زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا جزاع. هلا بيك يا طويل العمر. طمنا ويش صار؟ كل خير الله يسلمك. وديت رجال يم المراعي يردوا الطرش للمراح، وباكر الصبح بإذن الله انت يسر. بإذن الله. يا شيخ غانم. خير يا ابو ضحى؟ سلامتك ما بي شيء. لا بالله، شوف بي عندك كلام وما ودك تقوله. يا طويل العمر، تظن هالشغلة اللي ودني نسويها تفيد؟ يا لم الله يا جزاع. لا عاد ليه كل هذا اللي وده يصير؟ اسأل العربان اللي سيرتنا غدت على لسنتهم. حنا ما نطيق حرب الشيخ زيدان، وما نطيق السمعة هالشينة. صحيح يا جزاع. سألتك ليه ما تجاوبني؟ باكر الصبح تلقاني متحضر وجاهز. هذا فهد. اي بالله فهد، وصوت معه. فهد اصوات. فهد وش القالة؟ ما ادري وش صاير بالمراه. تعالي نشوف. يا شيخ غانم يا عم، الشيخ يا شيخ غانم. بشاره يا عمي، بشاره. خير يا نواش. فهد صويت جو جو يا عمي. اخوي فهد. يبا يا فهد، الله حي يبا. يا ولدي الحظ بالله على سلامتك. كيف انت؟ بالله على سلامتك. هلا يا مرحبا. يا هلا يا هلا. الحمد بالله على سلامتك. يا هلا عبد الله. يا هلا يا هلا. هنواش خير يا عم؟ اذبح جزرين وعشر نياد وخمستاشر عجل واعزم كل العربان، وانت سوى فرح ما شافت مثله الديره. امشي يا عم امشي. يستاهلوا يا شيخ. اي بالله يستاهلوا اكثر. يا هلا يا هلا. تعالوا تعالوا بقعدوا وخبرونا وش علمكم وش اللي صار معكم. يبا قدم لك سيف جدي. يا هلا يا هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وين وين؟ يا ابو ضحى. خير يا طويل العمر. كل العربان اللي بالديرة ارسلنا لهم مراسيل، وما تركنا شيخ من الشيوخ غير ودنا لهم رسالة يخبروا ويقول لهم سيف ابوي الحلال رديناه بحمد الله وشهامة عقيدنا فهاد وفارس نصويت. يلا يحيدنا شهامة. باشر ان شاء الله يلف الشاعر ابو عامر، وانا خليه يقصد بسالفتكم ويدور فيها بين العربان. بلعون انت رفعت رؤوسنا ومحيت عارنا. الا فداك يا طويل العمر. واليوم يا سويط ودنا تكمل خصائلك الزينه وتنفذ وعدك للشيخ غانم. وعدي؟ هي انت نسيت انك وعدتنا تعلم عيالنا القراية والكتابة. عم جزاع، اتفقت أنا وأخوي الصويت من باكر يعلم الشباب والعيال وكل رجال العشيرة. حنا كمان؟ اي الجميع، كل اللي ما يعرف يقرأ ويكتب واجب عليه يتعلم. العلم زين يا الربع، واجب أمرنا به الله سبحانه وتعالى. نشهد أخوي الصويت. خلي واحد من عيالك. هلا بك يا ملحم. تراني من الصبح عندك حامل ورقة وقلم وقاعد اتعلم مثل العيال. وانا تشوف لي مطب جنبك. هلا بكم الجميع. وانت يا عم جزاع.
تريد تعلمني اقرا واكتب؟ لا لا ارد لك بعض فضائلك علي. انت اللي علمتني الفروسيه وعودتني اواجه الموت من غير خوف ولا تردد. انت صادق يا ولدي، ترى اللي يطلب الموت يحصل على الحياه، وهذا اللي سووه اجدادنا يوم فتح الدنيا وانشروا دين الاسلام والمحبه بالعالم. اي نعم نشهد. تسمعوا، يوم تعلموا تعرفوا كل شيء عن الدنيا واللي بيها واللي يصير عليها، وما تظلوا عايشين جهال ما تعرفوا شيء عن امور دينكم ودنياكم. اي بالله صحيح. انا اشهد يا شيخ انك تقول الصحيح. اي بالله صحيح. اي بالله. اريد اعرف وايش اللي تسويه بنتك؟ علمي علمك، كل ما اسالها تسكت وما تجاوبني. ايام مرت وهي قاعده والناس تحكي. وش اللي يقولوا؟ مثل لو انهم يلوموني، يعني سمعت كلام بنيه خليتها تسوي اللي براسها، وحنا عنا رجال ما تهاب الموت. يمكن عندها خطه وتريد تمشي عليه. ايه اكبر خطه نحطها بيوم واحد، وهي صار لها ايام. زين لما تسالها قولها ان كانت ندمت تقدر تنسحب والف مين يروح بدالها. هذا راي صحيح، يمكن انها ندمت ما ودها تكشف حالها. هسه حين تعود اسالها وين راحت. صار لها يومين تروح البيت عمها نهار وتقعد مع مشهور. مشهور؟ تقول يا شيخ ودها ترسل مشهور بدالها. وين رايح؟ رايح لعند نهار. ابو مشهور. يا هلا بك يا اخو. يا نهار انت هاني يا نهار. يا هلا بك، تفضل فوت. هلا وميت رحب. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا عمي. انت هاني ريما؟ ايه قاعدة مع ولد عمها يتباحثوا موضوع السفر. تفضل تفضل فوت. يا الله. يا هلا يا هلا. كيف حالك يا عمي؟ الحمد لله. وانت ناوي تمشي لديرة الشيخ غانم؟ ان راد الله. ليه ما قلتي لي يا ريما؟ كان عفيتك من وعدك وطلبت من ولد عمك يمشي بذلك. عمي انا ما امشي من غيرها يا عمي. وش تقول يبا؟ اتفقت انا ومشهور نمشي سوا لديرة الشيخ غانم، وان شاء الله ناخذ السيف وننكس. انتم الاثنين يبا؟ فهاد خذ السيف مع خويه سويط، اثنين من عرب الشيخ غانم خذوا سيفة حلان بالحيلة، واليوم اثنين من عرب الشيخ زيدان يردوا السيف، ونطلع قدام العرب متساويين ضربة بضربة. علامج ما تشوفيهن كيف يلدن بعيونهن ويضحكن؟ يضحكن حتى يتعبن واش يهم. فهاد وسويط رجعوا بالسلامة، وباشر تتجوزي ملحم واتجوز أنا فهاد، وهن ظلن مثل ما هن. فهاد تقولي فهاد؟ ليه أخفي عنك الحقيقة؟ فهاد يحبني وأنا اليوم أحبه. وسويط؟ سويط رجل زين، هنيالي اللي ودها تكون من نصيبه. ضحى كان العهد إنك تظلي وفية بحبش لسويط. صحيح، لكن والملعوب اللي صار على فهاد كان الغاية منه يبعد عنك وتعودي لسويت. أنا ما أكره سويت، لكن فهاد قدم روحه للموت من أجلي، وبش أتخلى عنه؟ حناية ترفع بعد بدك تتجوزي فهاد وصيروا مع عيالي. أفرح يوم يفرح وازعل يوم يزعل. أشوف تنهان. فهد كيف حالك يا ترفع؟ بخير من الله. صحيح اللي أسمعه عنك وعن ملحم. ملحم هو اللي قال لك؟ لا، بس الناس يقولوا ملحم وترفع يحبوا بعض وودهم يتجوزوا يوم ينكس السيف ونعود سالمين. اللي سمعته صحيح، ترفع وملحم يحبوا بعض. وكاد وحنا الجميع متفقين نسوي عرسنا بيوم واحد.
حنا مين حنا؟ انا وانت وترفة وملحم. صحيح يا ترفة؟ مشان رايك يصير هيك انا موافقة بخاطركم. مع السلامة فهد. يومين وانا استناك بالبيت كنت حابة تيجي تشوفنا ونشوفك. صحيح انا اعرف وقتك ضيق والناس بعدهم يجوا يسلموا عليك ويشوفوا السيف، لكن انا قصدي اقول ما سوى ساعة تشوفني فيها. عيني خير يا ضحى، عيني خير. انت نسيت اني طلبتك وبعد ايام نتجوز ونعيش سوا؟ كيف انسى، لكن وديش تسامحيني، هاليومين مشغول وانت نفسك قلتيها. لا عاد اليوم، وايش رايك اليوم؟ اليوم ابوي طلب مني امد يم الرعية تفقد الطرش. لا عاد بالليل. تقولي بالليل؟ وايش يعني، ساعة ابوي يكون بديوان عم الشيخ. تعال انت فهد، عندي كلام كثير ودي اقوله لك، وكمان ودي اسمع قصة السيف. ضحى سولافة الليلة بعديها عن دهنج. من الناس اللي تستروا بالظلام؟ الكل يعرف اني طلبتك، ولكن حقت عليني في الساعة اللي تريدها. لا 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 يا ضحى لا، ما اريد الناس يقولوا فهد يفوت على بيت جزاع وهو غايب يدخل على الحريم بالليل، هذه شغلة مرضاها على نفسي ابدا. لا عاد متى تزورني؟ يوم اشوف الوقت اللي يسمح. فهد اشوفك بخير يا ضحى. سويت، سويت أريد أسمع رأيك بملح. ملحم رجل زين، لكن المهم رأيك أنت. ما أدري. تحبيه؟ سويت. سؤالي غريب؟ ما واحد يسأل أخته هالسؤال. لكن أنا ما تعديت الشرع والدين، البنت حسب الشرع ما تتجوز غير برايها. سويت أنا ما أحب ملحم وكمان مكرهه. لعادي ومصيري حليلته وتحبيه. ترفع ملحم إنسان صادق وأمين وعطوف، وكان ودك رأي أشوف ملحم يصلح يكون جوزك وأبو عيالك وراعي بيتك والإنسان اللي تقضي عمرك معه براحة وهنا وسعادة. إن كان هذا رأيك أنا موافقة. زين متى ودوا يطلبك من أبوك ونفرح بيكم؟ سويت وإيش رأيك تجدد علاقتك بضحى ويصير الفرح فرحي؟ سويت أنا أدري إنك تحبها وتعذب بحبها، لكن الأحلام ما تحقق غير بالعمل. ترفع راح اليوم تحب فهد. سويت فهد اليوم صديقي وخوي والبوق مو من طبع أخوك سويت يا ترفع. لكن الجميع عرفوا إن ضحى لك وانت. كان زمان، كان زمان ترفع. اليوم ضحى تحب فهد. الله يبارك لهم ويهنيهم. متى ودكم تروحوا البيت سايل يبقى؟ أبو ملهم يقول يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله نصلي الظهر جماعة ونمشي على بيت صايل ونطلب ترفه الملحم. بالعون ترفه تستاهل الخير،
لو فهاد ما طلب ضحى لكنت اخترت له ترفع. القسمة والنصيب يبا، ترى حضر الإنسان دوار ما يعرف وين يطب وين يهدي. سويت انت هاني يا سويت. فهد يا هلا، تفضل فوت. سويت هاني ترفع. اي سويت يا سويت. هلا فهد. هلا. عندك ناس بالبيت؟ لا تفضل. وابوك طلع مع الحلال وما يكف غير مع الليل. زين تفضل اقعد. قهوتك جاهزة؟ بالحال تصير. ترفع جهز القهوة يا اخوي. صويت هذه ترفع مثل اختي، ويشهد الله احبها مثل لو انها كانت اختي من صحيح. تعيش يا فهد. الموضوع اللي جاي احكي بيه ما اريده يخفى عنها، بس شرط يظل سر بيننا حنا الثلاثة. قول يا فهد قول، وسر كبير مغطى. اريد اسألك سؤال واريدك تجاوبني عليه بصراحة. اسأل يا فهد. بعدك تحب ضحى؟ ليه تسأل؟ اجيهك بالله ما تخفي عني الحقيقة. بعدك تحب ضحى؟ احبها واحبك يا فهد، وما احب افرق بينك وبين. صيت. انا يوم طلب الضحى كان عقلي ما هو براسي، كنت افكر مثل العيال. سمعت ضحى تحبك وما تحب، قلت ليه تفضل الصويت علي. لما سألتها تحبيني جاوبتني كلام قاسي. ساعتها قلت ببالي لازم أخذها من غير رضاها وحطها ببيتي وعذبها وانتقم منها وعلمها كيف تحكي مع فهد، وصار اللي صار. أنا يا أخوي صويت بعد ما عرفتك زين حسيت بغلطتي. أنا ظلمتك وظلم الضحى، والساعة أريد أصلح الغلط وانسحب من دربكم. ضحى هي لك يا أخوي، مبروك عليك 7 بركات. أريد أسمع علومك يا شيخ عن الغريب اللي نزل يم بيوتنا. غريب؟ أي نعم. حين كنت بطريق الهان شفت بطرف البيوت بيت جديد، قلت أسأل إن كان عندك علوم. أنا واش خير يا عم. اختف رجلك وشوف لي هذا البيت. أبشر. وين يا ولدي؟ يبا أريد أشوف أهل البيت. اقعد اقعد يبا اقعد يا صويب. هسا ينكس نواش ويخبرنا علومهم. يا راعي البيت يا قصيرنا، يا راعي البيت تفضل تفضل يا وجه الخير. عمي الشيخ غانم شيخ العرب يقول عليك جيرت الله تلفي تقهوى عنده. طال عمرك. هسا نلحقك. الشيخ امرني ما انكس غير وانت معي. الصحيح يا وجه الخير، كنت حاب اجيب بنتي نجمه وازور معها الشيخ غانم. ورجالك؟ ما عندي أحد يا طويل العمر، ما عندي غير بنيتي. يا هلا بيكم. أسألك يا وجه الخير. تفضل. صحيح اللي أسمعه عن شيخكم إنه رجل كريم يحمل جيره وينصر المظلوم ويكرم الضعيف. أبشر يا لاقي خير، الشيخ غانم مثل ما سمعت وزود. الحمد لله الحمد لله، هسع قلبي ارتاح واتطمن. لكن ويش قصتك؟ الساعة احجيها للشيخ غانم وتسمعها. زين اروح انا قدامك اخبر الشيخ. وانا وراك. سلم عليك. مع السلامة مع السلامة.
مع السلامة. يا هلا يا هلا ضيف الحمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ضيف، تفضل، فوت فوت هنا على الفراش. زاد فضلك يا طويل العمر. يا هلا بيك وميت رحب. يلا انت حي الضيوف. تحية أصلك. صبق هوا لضيفنا يا نواش. أبشر يا عم الشيخ. اشرب قهوتك يا ضيف. قهوتك مشروبة يا طويل العمر. لكن لي عندك طلب، عساك ما تردني خايف. وايش يطلبك يا ضيف؟ اريد تعطيني بالاول. ان كان اقدر عليه. تقدر يا طويل العمر، تقدر. وايش يطلبك؟ فوتي يا بنتي، فوتي يا نجمة. هذه بنتي نجمة.